للوقوف عند تفشي الفساد في كل قطاعات الحكومة في العراق، انضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، حياكم الله. يعني كما استمعت إلى التقرير، تشهد قطاعات الدولة حالا من التردي، ولكن ما هي الأسباب الجوهرية التي جعلت العراق يتأخر في كل التصنيفات الخدمية على مستوى العالم؟ بداية مساء الخير على حضرتك وعلى جمهوركم الكريم. بصراحة لأن السبب الرئيسي باعتقادي، وهذا طبعا يعني رأي الأغلبية الشعب العراقي، أن من يحكم العراق ومن يحكم المنطقة الخضراء هم عبارة عن عصابات ومافيات وزعماء ميليشيات. هم هذول اللي يعني الآن يتقاتلون على موارد الشعب وعلى ثروات الشعب. ما يهمهم الشعب، ما يهمهم خدمات الشعب. بدل أن يبنون مستشفيات يتقاتلون على المشاريع الوهمية للمستشفيات حتى ينهبون الملايين منها، مجرد لصوص وحرامية. فأخرجوا الشعب العراقي من أجندتهم، من أجندة الخدمات، من أجندة متطلبات أي شعب بالكرة الأرضية، والتهوا بالنهب والسلب. على ذكر الحرامية واللصوص، هناك تقديرات برلمانية عن حجم الأموال المنهوبة وصلت إلى 450 مليار دولار. هل يمكن أستاذ مظفر أن تنهب كل هذه الأموال إلا بتوافق من قيادات مالية وأيضا قيادات سياسية كبيرة أستاذ مظفر؟ لا طبعا، الكل متفقين. احنا عندنا بالعراق مثل يقول أكلوا ونأكل ويأكلون. كل من يجي يسلم الراية للي بعده، اللي يجي بعده يطمطم للي قبله على سرقاتهم وفسادهم، واللي يجي وراهم يحاول أنه يظهر هو بمظهر البطل، واللي راح يقضي على الفساد، واللي أول شغلة راح يسويها الفساد، يقضي على الفساد ومحاربة الفساد وغيره. وتلاقي باليوم الثاني أو الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث يلتهي بتعيين فلان وفلان، وإتاحة المجال للسراق والحرامية، وطمطمة كنس الملفات الماضية. 450 مليار، أنا ما أعتقد هذا المبلغ. أعتقد أنه تريليون دولار هو المبلغ اللي نهب من ثروات الشعب العراقي. أستاذ مظفر، إذا أراد الشعب العراقي أن يحاسب السراق، فبمن يبدأ؟ أكاد لا أبرأ أحد من أهل العملية السياسية. يعني أنا ما أبرأ أحد. كل من اشترك بالعملية السياسية من 2003 إلى حد اليوم هو مستفيد ومشترك بالفساد ومشترك بالسرقات. اللي يسكت هو متواطئ معاهم. اللي يحاول أنه يمتنع يبعدونه، لذلك هو ما مشترك بالعملية السياسية. كل من موجود بعمليتهم السياسية اللي جاءت بها أمريكا وجاء بها الاحتلال هو متواطئ بهذه العملية، بعملية السرقة. ماذا تقول تعقيبا على كلام مشعان الجبوري سابقا حينما أورد كلامه عبر قناة تلفزيونية، عندما قال كلنا سراق؟ كيف تعقب على ذلك أستاذ مظفر؟ هو الرجل لم يكذب. يعني هو الرجل لم يكذب، وتصريحه هذا يعني لما سمعته، هذا تصريحه نوع من الاستهزاء بالشعب العراقي، لأنه هم يعرفون أنه ماكو مبدأ من أين لك هذا. ماكو أحد يحاسب، ماكو أحد عنده سلطة أنه يقضي على 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 الحرامية ويسترجع فلوس الشعب. تواطؤ بيناتهم، استهزاء بالشعب ومخدرات الشعب، وإهانة، يحاولون يهينون الشعب بهذه التصريحات. كلهم بالفعل كلهم متواطئين وكلهم حرامية وكلهم سارقين. أستاذ مظفر، هل أثر الفساد في قطاعات مثل الكهرباء والطيران وغيرها، طبعا من أهمها قطاع النفط، هل أثرت على ميزانيات العراق خلال السنوات الماضية، وكيف أثرت ويعني كانت على المواطن العراقي البسيط؟ أستاذ الكريم، 82 مليار دولار باعتراف السوداني انصرفت على قطاع الكهرباء من 2003 إلى الآن. والكل يعرف التخادم اللي صاير بين الحكومات، حكومات المنطقة الخضراء، وبين أصحاب المولدات من أجل نهب الشعب العراقي، من أجل نهب الناس. الصحف هنا، وكالات الأنباء وغيره، والمحللين يتحدثون عن أرباح بمليارات الدولارات يربحوها القطاعين المتفقين. قطاع النقل تم تصفية وإفشال شركة الخطوط الجوية العراقية، اللي هي من أعرق
الخطوط الموجودة بالشرق الأوسط ومن الخطوط العالمية من أجل فلاي بغداد وغير فلاي بغداد. أنا راح أجيب لك قصة صغيرة إذا يسمح لك الوقت. بهذه الجريدة التراو أو جريدة الثقة الهولندية نشروا تقرير عن سرقة حصلت لشركة هولندية كانت تشتغل بالعراق. الشركة الهولندية كانت تريد ترفع حطام ناقلات نفط موجودة في خليج البصرة. بسبب أحداث داعش توقف الصرف على الشركة. توقف الصرف، شركة ما حصلت مستحقاتها. التجأوا إلى طرق غير قانونية عن طريق ابن موفق الربيعي. الموجود في لندن. وصلوا إلى عادل عبد المهدي، حصلوا على 20 مليون دولار بدون أن يبلغون الحكومة الهولندية. الآن الدنيا قامت ولم تقعد على هذه السرقة اللي هي مستحقاق الشركة. الشركات الكبرى والعالمية اللي تريد تجي تشتغل بالكهرباء وتعمر الكهرباء ما تقدر تسرق، لأنه دولهم ما تسمح لهم يسرقون. في حين أنه بالعراق الكل يريد يأخذ رشوة، الكل يريد يأخذ نسبة، لذلك يروحون يلجؤون إلى شركات ضعيفة، شركات وهمية، شركات من جماعتهم حتى تبقى السرقة موجودة بيناتهم. ما يجيبون شركة رصينة على من أجل الكهرباء. لذلك باقي الوضع كما هو. عبر سكاي من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.